لاحظ نصر حسين داي ضربة البداية للشوط الثاني. أهلا وسهلا بك من جديد عبد النور. لا تغيير في تشكيلة الفريقين وسيلة. مساء الخير. ما فيش فنية جمال؟ نفس التشكيلة. نعم نفس التشكيلة جمال. صعبة وخطيرة لنصر حسين داي والتعديل الهدف الثالث. شوباني يقضي على أحلام اتحاد الحراش. دائما الأخطاء الدفاعية جمال. تمام. يعني سعادة وفرحة أنصار النصرية. السيناريو اللي كانت أي واحد ما كانش يتوقعه، يعني بداية حسنة في الشوط الأول، في الشوط الثاني في الدقيقة ثلاثة في الثانية 23. نعم في أسرع هدف. يعني هنا قتل المباراة فريق نصر حسين داي. وضغط، شوف هنا تمريرة جميلة من القاسمي، طلب الكرة وراء قاسمي اللاعب شوباني، يعني سدد على المرمى في القائم الثاني. هدف جميل ونظن 3-0. يعني نصر حسين داي بالنسبة قتل المباراة. ثلاثة مقابل لا شيء في سيناريو مثير.